بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. أسفة جدا أنا تقلت عليك امبارح، وأسفة أنا جيت النهاردة وتقلت عليك أكتر. فتح زدان طول عمرك شطورة، ياما في قضايا كتير قوي كانت صعبة وقدرت توصل لحل فيها. أهم يا بابا أهم، النهاردة أول مرة أحس إن أنا ضابط شرطة بجد. تصدق أنا الغلطانة إن أنا بسأل عليك؟ خليك قاعد كده لوحدك متلقح. غوري في مصيبة. حلو، شوف عمنا شكلك كده راجل دغري وانا احب كده قوي. لا اللي حصل امبارح ده تقدر تقول عليه ظروف صعبه اللي وصلتني لكده. ايه اللي حصل؟ انا كلمت حنان النهارده وقلت لها تاخد ميعاد من الدكتور وعدينا على سهى في المدرسه وخدناها ورحنا. بس يكون في علمك انا مش هبقى موجود كل مره تذكري فيها عشان انقذك. بصي هو بصراحه انا حاولت اكلمه لكن هو راجل غريب كده. طب على فكره بقى انا اللي عايز اقابله ولا اشوفه ولا اتكلم معاه. ليه انت بس يا طارق؟ فكر في مصلحة سهى يا أخي. إيه؟ السنارة غمزت ولا إيه؟ لا، عشان أنقذتني من العيال اللي كانوا عايزين يتهجموا عليا. نورهان كلمي الدكتور وخديني معاك هروح أقابله. طارق أنت بتتكلم بجد؟ يا
ياما نفسي في حد تقيل كده يطلع عيني اللي جابوني. الشغلانه بتاعتنا دي ممنوع فيها الغلط، لان الغلط فيها بيزعل. زي ما بقول لك كده يا عمنا، انا راجل على باب الله وسراج بيه معرفه قديمه وحبيبي قوي، يعني قصدت يشوف لي لقمه عيش فدلني عليك. ايه لقمه عيش على باب الله دي؟ انت فاكر سراج بعتك فين؟ الوفاء والامل؟ حلو. شوف يا عمنا، شكلك كده راجل دغري وانا احب كده قوي. ان شاء الله لما تجربني هتنبسط مني على الاخر. انت صوابق يالا؟ وايه الحكايه؟ وسراج بيه مش ملغيكوا على المفيد؟ ايه لازمته بقى يالا واللون اللي انت اسمعني يا غنيم، لو عايز تشتغل معانا وتاكل بدل العيش بقلاوه يبقى تنفذ الكلام اللي هيتقالك عليه. علم وينفذ يا عمنا. وانا ما يفرقش معايا انت كنت شغال ايه ولا بتعمل ايه، انا اللي يهمني انت هتشتغل معانا ازاي. واقولها لك على بلاطه من الاخر، لما مشيتش عدل تسرق بيه ولا الجن الازرق هيحميك مني. الشغلانه بتاعتنا دي ممنوع فيها الغلط، لان الغلط فيها بيزعل. قولنا علم وينفذ يا عمنا. ماشي عم غنيم، مع ان المشرحه مش ناقصه وقت. وانا قتيل المصلحه. هلا هو المكان الاناجه الطويل العريض ده ما فيهوش حد يعمل لنا استباحه؟ استباحه دي تشربها في بيتكم قبل ما تودعهم. قلت لك يا عمنا على باب الله، يوم هنا ويوم هناك، ما تشوف لي حته تتوى فيها معاك واقل وابقى تحت نظرك لحد ما تطمن لي. تربو، خد الهديه دي تويها عندك اليومين دول لغايه ما تخلص العمليه. تصدق ان انا كان قلبي حاسس انك هترازيني بيها. ما تقلقش يا عم تربو، مش هتحس بيا خالص. ده انا نسمة. تعيش وتهدى يا سي فتحي. صباح الفل. يا ايه اللي اخرك؟ لا مفيش، ميرفت صممت تيجي معايا فاضطريت استنى لحد ما تجلس. انت عارف بقى الستات يومهم بسنه. بزهق من القعده في البيت لوحدي. ومن سمعك اوحش حاجه الواحد يقعد في البيت لوحده. اساليني انا، طول عمري عايش وحدان. ويطلع مين الاستاذ وحداني؟ ده غنيم بعته لنا سراج. اكرم اخويا ميرفت مراته. يا اهلا وسهلا يا مدام، فرصه سعيده. ميرفت خش اعمل لنا كوبايتين شاي. عناي. هو ايه النظام؟ مفيش، سراج بعد غنيم عشان خاطر يشترك معانا في العمليه الجايه. بجوده يا عم اكرم. بجوده ازاي يعني؟ بقول ايه، مش عايز رغي كتير، احنا عندنا عمليه مهمه عايزين نتكلم في المفيد، والعملية دي محتاجة ترتيب ما يخرش المية. كل واحد فيكم يركز هيعمل ايه عشان الغلطة في عملية زي دي بفورة. أظن فاهمين. ماهر عبد التواب السيد الشهير بماهر تربو، ده كان محترف سباق عربيات، دخل سباق رالي فرعنا من كام سنة وعمل حادثة كبيرة قوي والعربية اتقلبت بيه وولعت، وهو اتصاب اصابات خطيره جدا ونقلوه بعد كده على المستشفى ما بين الحياه والموت، وكل ده مذكور في المحضر. ومن ساعتها يا فندم اختفى وبطل سباق العربيات. هو احتمال كبير ما يكونش هو، ممكن يكون في تشابه في الملامح خصوصا ان الصوره مش واضحه. بس ما تنسوش برضو ان الصوره دي قديمه قوي. حتى لو احتمال واحد في المليون اللي هو المشتبه فيه لازم نمشي ورا الاحتمال ده، احنا ما قدمناش غيره. عموما يا فندم هو له عنوان مذكور في المحضر. شريف تتأكد من العنوان بتاعه في الأحوال المدنية، لو كده تروح تتحرى عنه على طول. بس على الله يكون لسه ساكن في نفس المكان. يا سيدي هي محاولة ومش هتخسر. بقولك ايه، خد معاك سارة للتمويه، هتساعدك في التحري عشان محدش يعرف انك مباحث. طبعا ده لو أخينا لسه في نفس العنوان عشان ما يحسش بحاجة ويزوغ. يعني يا فندم سارة هي اللي هتسهل مهمتي؟ أنا شايف ان احنا بقى نبطل رغي ونشوف شغلنا. بقولك يا شريف اتحركوا يلا وتابعني أول بأول. ماشي. عن حاضر يا فندم. اتفضل. اتفضل يا استاذه، ربنا يسهلك. يسهلك ان شاء الله. مش ملاحظ ان شريف مستلم ساره اشتغالات؟ والغريبه كمان ان هي مش ساكتاله.
عاملين زي ناقر ونقير. لعب العيال ده ملوش مكان في شغلنا. ايوه بس ساعات لعب العيال ده بيقلب بجد. بيني وبينك انا نفسي يقلب بجد عشان الواد ده نرتاح منه ويتبط. ما هو محدش بيربي الرجاله غير الستات. في ايه؟ يا معتز احنا جايين نحب ولا نشتغل؟ وبعدين يا طارق في ايه؟ هو انت فاكر الناس زيك؟ ما وراهاش غير شغلها وبس. بقول لك يا معتز والنبي مش انت كمان؟ انت هنا ومراتي في البيت؟ والله مراتك دي صعبانه عليا يا اخي. لا انت كده بقى هتضطرني اعمل فيك تقريض منيل ب60 نيله ينيلوك الصعيد ولا الواحات عشان اخلص منك وارتاح. لا وعلى ايه؟ خلاص يا سيدي هقفل بقى اهو. ايوه نقطنا مسكاتك بقى. يا نورهان خير؟ خير يا حبيبي وحشتني. بس كنت حابة أقول لك إني أخدت ميعاد من الدكتور بتاع سخا. إمتى؟ يناسبك الأسبوع الجاي؟ إشمعنى يعني أول الأسبوع اللي جاي؟ يعني ده الميعاد اللي هتتنقل فيه الحاجة ودي الفرصة الوحيدة اللي قدامنا إن نقدر نحط إيدينا عليها. بس عملية زي دي محتاجة ترتيب وتجهيز. وإحنا كده هنلحق؟ احنا قدامنا اسبوع لو كل واحد فينا نفذ اللي عليه هنلحق وزياده. ها اي اسئله تاني؟ البركه عمنا كله على الله. على الله. يلا تربو خد شايك وزق عجلك انت وغنيم واتكلوا على الله وبكره تجيلي عشان نرتب كل حاجه. باذن الله العمليه هتتم زي السكينه في الزبل بس انت قدم المشينه ان شاء الله. طب يلا يا اخويا ولا انت ناوي تبات هنا؟ اخش دورة المايه اللي انا محصور. مش دورة المايه كده برضو؟ على طول في المين. ايه ده؟ عليا امشي من غير ما اجي واشكرك على احلى كوبايه شاي شربتها من سنين. متشكره يا اسمي غنيم. غنيم عشماوي العنتيل. ما تنسيش الاسم ده ويا ريت لما اجي تاني تكوني موجوده هنا علشان تتحفيني بكوبايه شاي حلوه من ايدك الحلوه. يلا يا غنيم ولا انت هتبات عندك؟ تعالى انا اهو اشوف وشك بخير وقريب. على فكره جوزك ده راجل يتحب. هو اللي يتجوز امرايا زيك يبقى اكيد بيقدر يبقى لازم يتحب. يلا عم تربو. يلا اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. ما نظيفة ما تقلقش. ما طاهرة. أنا مش فاهمك الصراحة يا فتحي. في إيه؟ إحنا من إمتى مدخل حد غريب وسطينا؟ العملية محتاجة واحد رابع. وما لقيتش غير اللي اسمه زفت ده؟ عادي. سراج بعتهولي قلت اجربه. انا مش مستريح له. المهم انه يسد والمهم الاكتر ان حضرتك تركز في شغلك عشان العمليه دي عايزه نكون كلنا زي راجل واحد بينفذ عمليه واحده. اتفقنا؟
المهم صفيت مع ميرفت؟ اتصفينا يا سيدي، بس ايه بقى بعد ما خدت كل الفلوس اللي فضلت معايا. والله برافو عليك. يلا معلش اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. المهم انا عايزك بكره اول ما تصحى تعدي عليا عشان نروح نعاين مكان العمليه. تمام، اول ما اصحى تلاقيني عندك. عمليه سعيده. انا اسعد. ميرفت. ايه مالك قاعده متنحه كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه، اديني قاعده مستنياك لحد ما تخلصوا راغي عشان ننكشح من هنا. ننكشح؟ هو الجعير اللي اسمه غنيم ده كان بياكلك ليه بعينه؟ ما تسال عن الدبالي يا اخويا، انا مالي؟ ما تنرفزنيش يا ميرفت. اصل الصراحه كلامك يغيظ، انت محسسني ان غنيم ده من طرفي انا، مش انت يا اخويا اللي بترمولنا الاشكال الضاله ديت وترجع بقى تقول لي عمل وما عملش؟ انا مال اهلي اذا كان بصلي ولا ما بصليش. ماشي، عموما الزفت ده لو بصلك تاني انا هفرقع له عينيه. براحتك، هتفرقعها تطرقعها انا ماليش فيه. وانت لما يكون قاعد معانا ما تقعديش رايحه جايه كده قدام. حاضر، هبقى استخبى ولا اقول لك وانا ماشيه ابقى البس على وشي برقه حلو كده؟ شكلي هبوظ لك وشك ده خالص والله العظيم يا ميرفت. قلبك ابيض. طب بذمتك، بذمتك اهون عليك. وبعدين يا حبيبي اتقل كده واملى مركزك عشان الراجل اللي مالي مركزه ما يخافش من الست الحلوه اللي معاه. وبعدين غنيم اللي انت بتقول عليه ده ما يخش ذمتي بربع جنيه مخروم. ويلا بينا بقى عشان عايزه امشي وابقى اكمل وصله الغرام والانتقام ده في البيت براحتك. يلا بينا. استاذ ماهر تربو من اعز الناس اللي انا اعرفها، ده راجل طيب وراجل جدع قوي، الله يمسيه بالخير مطرح ما هو قاعد. يعني كان بيغسل عربيته عندي؟ كان بيغسل عندي العربيه هنا وساكن قريب هنا كمان، ومن يوم الحادثه المشؤومه دي ربنا ما يوريها لكم مشي، ولما حاجته باع كل حاجته ومشي ما حدش يعرف راح فين. طب ما تعرفش راح فين؟ ارض الله واسع يا عالم، لحاله بيوصل بيه فين؟ يعني ما حدش شافه كده ولا لمحه ولا طلع له اي ريحه؟ لو في خبر عنه اول واحد انا اعرف. طب ما تعرفش ممكن نسال عليه فين تاني؟ هو دايما كان بيروح البتاع بتاعت العربيات دي. ايه البتاع بتاعت العربيات دي؟ البتاع ديت اللي بنروحها البهوات والبشوات اللي بيقعدوا يقصوا ياكلوا ويشربوا فيها يا استاذه. قصدك يعني نادي السيارات صح؟ ايوه صح كده يا استاذ، نادي السيارات. طيب شكرا راجل. طيب لا مؤاخذه، انتوا عايزين الاستاذ ماهر ضروري كده ليه؟ احنا اصلنا صحفيين في مجله رياضيه وبنعمل تحقيق عن ابطال سباق العربيات القدام، واستاذ ماهر كان مهم للتحقيق بتاعنا. ربنا يعطلكم فيه، بس امانه عليكم لو وصلتوا له واعترتوا فيه سلموا له عليه، قولوا له عم حسين بتاع المغسله بيسلم عليك، الراجل ده طيب قوي يا استاذ. بلاش عم حسين، اعتر انا فيه بس الاول وهسلم لك عليه بنفسي. يلا سلام عليكم. سلام يا صحافه، سلام امانه. هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي هنعمل ايه؟ هنطلع نادي السيارات طبعا. طب مش هنبلغ طارق بيه باللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ في حاجه حصلت اصلا؟ يا بنتي انا هجيبها من قصرها واطلع على هناك، هتيجي معايا ولا تاجي تاكسي؟ يا اخي ده ايه الذوق اللي انت فيه ده؟ ها هتاجي تاكسي؟ اتفضل. كمل الاول. ساكن هنا؟ حلوه الخرابه دي. ما انا عايز ناخدك فين يعني؟ هو ده الموجود. وعلى العموم لو المكان مش عاجبك شوف لك حته تانيه تتوى فيها. ناوي على ايه؟ انا الاقي متوى احلى من كده فين؟ انا اقول لها ترم اللي حقيقي ميرفت دي مرات اكرم. وانت مالك انت سكت مراته ولا لا؟ بسال يا نجم، هو السؤال حرم؟ وبعدين منك نستفيد يا عمنا. بقول لك يا غنيم امسك دي. امشي يا كلب يا ابن الكلب. بقول لك ايه؟ ما قلت لك تخليك حلو احسن. انت
بتقول انا الكلام ده؟ بتقول الكلب اللي كان هايب شويه ده؟ خلاص يا ديزل. ايه اسمه ديزل؟ التاريخ شدت حيله علينا وفتح الرابع. خلاص يا صاحبي ونمضى صاحبي برضه، هيأنسنا يومين كده وبعد كده هيروح لحاله. ايه هو ده؟ هو صاحبك وانا صاحبك؟ ده كده بقيت انا والكلب واحد يعني؟ لا حاسب يا غنيم، ده صاحبي بجد، ده عشرة عمر، ده انتيم يا غنيم. لكن انت حيالله لسه معرفت النهارده، ويا عالم بكره هتكون فين؟ خلاص يا صاحبي، هو بيني وبينك رخم وشكله يقرف الكلب ومؤاخذة، بس معلش احنا مضطرين نستحمله اليومين دول لحد ما نخلص اللي ورانا. شريف، ايه الصدفة الحلوة دي؟ مختفي فين بقالك مدة؟ وحشتني. اهلا يا كوكي، ازيك؟ عاملة ايه؟ على اساس بتسال قوي وبعدين بكلمك ما بتردش، ايه واقع على حاجه جديده؟ ما انا عارفاك طول عمرك نمس وما تضيعش وقت. لا كويس الحمد لله. لا احسن. بقول لك ايه، روحي دلوقتي وهكلمك بالليل افهمك على كل حاجه. اتفضلي. انا عارفه انك بكاش ومش هتتكلم تاني، بس مش هعطلك عشان تعرف تقعد مع المزه. يلا باي. باي باي يا كوكي. اتفضلي. مزة؟ ايه مزة دي؟ وايه مالها مزة؟ في ايه؟ حاجة غلط؟ بعدين حد طايل؟ لا بقول لك ايه؟ الكلام ده تقوله كوكي. بص يا شريف، لو الشغل معاك شبهة بلاش منه أحسن. الله الله الله، ما تهدي أعصابك كده. في ايه؟ ويا ستي لو مزة اللي مضايقاكي خلاص، هي اللي مزة وبنت 60 مزة كمان. تصدق إن أنت ذوقك عفش؟ يا ابني دي لو غسلت بس وشها تبقى شبه الشاويش. الله، طب ما انت كويسه وبتقليش، هو في ايه بقى؟ بقول لك ايه؟ خليها في شغلنا احسن. احسن برضو. اي خدمه يا فندم؟ كان عندي صديق قديم هنا كنت باجي قبله، بس بقالي فتره مش عارف الاقيه. مين يا فندم؟ استاذ ماهر عبد التواب السيد. استاذ ماهر تربو؟ ايوه هو ده بالظبط. استاذ ماهر بقاله فتره طويله ما بيظهرش، سنين. وما تعرفش فين اراضيه؟ بصراحة لا، بس ممكن الأستاذ منير يعرف أخبار عنه، لأنهم كانوا أصحاب جدا وكانوا دايما هنا مع بعض. هايل. ويا ترى بقى أستاذ منير هنا أقدر أقابله؟ صعب كتير يوصل، دي حوايده. طيب ممكن لما يوصل تقول لنا عشان نتعرف عليه؟ من عناية يا فندم. تحبوا تشربوا حاجة؟ اتنين ليمون لو سمحتوا. خليهم واحد ليمون وواحد قهوة سادة. حاضر يا فندم. قهوة. قهوة. الليمون ده بقى تيجي تشربه مع كوكي. لا ما تلاقيش، أنا مع كوكي بشرب حاجة تانية، مش حدوش نفسي طبعا إن أنا أشرحها لك لأنك عمرك ما هتفهميها. طب أقول لك إيه، كفاية رغي بقى ونقطنا بسكاتك. أنا شايف كده برضه. يا حضرة الظبط. ايه الاصل الهلومه ده؟ ايه يا عم انت هتتريق ولا ايه؟ لا انا بتكلم جد. المثل بيقول من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، انت عكست وخليته من جوه الله الله يا عبد الله. كل دي صور يا هيله السعيد. الله، ومركب صور كمان. ده انت شكلك واقع على الاخر، بس بيني وبينك هي مزه طحن تحل من على حبل المشنقه وتصحي الميت. انت جاي تقعد لك يومين تقعدهم من سكات وما تاكلش دماغي عشان ما اقلبش عليك. ايه يا عمنا، انا كل قصدي ان اقول ان يعني ذوقك حلو في النسوان. وبعدها لك يا غنيم، انت مش ناوي تجيبها بره ولا ايه؟ انا قصدي الغيك واحاول اسليك. وانا ما بحبش الطريقه دي، ولو زودت في الكلام هشوف لك مشرحه تانية تتوافيها. لا وعلى ايه؟
لساني وهحطه جوه بوقي ومش هتسمع لي حس تاني يا عمنا. احسن برضه. بس اللي مركب الصوره دي واد ركيب. برضه. الحاجات اللي انا عايزها دي بكره الصبح تكون على مكتبي. مفهوم؟ تمام يا فندم. تمام يا فندم. اتفضلوا. تعالى يا طارق. تعالى يا فندم. عملت ايه في موضوع البنك؟ في مشتبه فيه اسمه ماهر السيد، بنحاول نوصل له. يعني ايه بنحاول نوصل له يا حضرة الظابط؟ مفيش وقت، الموضوع ده يخلص بسرعة، مفهوم؟ تمام يا فندم. اتفضل. شريف وسارة لسه ما جوش ولا ايه؟ لا لسه. ما تكلموش طيب؟ لا. غريبة، هما فين كل ده؟ معرفش. ماهر ده ما كانش له زي، ده كان نجم جيلنا. بس هنعمل ايه بقى في القدر؟ هو اللي بيسوق عربية سبق ده بيبقى شايل روحه على كفه، وماهر كان جريء ومغامر، عشان كده سميناه تربو. لكن صحيح ما يقع الا الشاطر، اصل الحادثة اللي حصلت له دي قضت عليه خالص، خليته يبعد عن كل الناس حتى اقرب الناس ليه. ويا ترى يا استاذ منير اراضيه فين دلوقتي؟ للاسف احنا حاولنا نوصل لاي حاجه بس ما عرفناش نوصل لاي اخبار عنه. انا حتى وقتها رحت لخطيبته لقيتها هتتجنن عشان توصل لمكانه، كان عندها استعداد تدفع نص عمرها عشان توصل له، بس هو بقى ما اداش فرصه لاي حد يقف جنبه في محنته، بعد عن الكل بهمومه. يعني هو كان خاطب؟ ايوه. ويا ترى كان خاطب مين يا فندم؟ كان خاطب ليلى السعيد. ليلى السعيد الممثلة المعروفة؟ ده ماهر ده طلع جامد قوي. لا ده بيقولوا عليه ان هو كان نجم جيله. طب تحب يا طارق بيه اروح كده واستجوبها يمكن اطلع منها بحاجة؟ لا لا لا، ليلى السعيد دي لازم استجوبها بنفسي. انا بكره هروح اخد اقوال. أكرم، إيه اللي أخرك؟ معلش يا فندم، تعالى نوم أمي. هروح أجهز لكم لقمة كده قبل ما تخرجوا. يا ريت، بس إحنا نزلنا على طول من غير ما ناكل. لا مفيش وقت، هناكل أي حاجة في السكة. يلا يلا يا أكرم. بقول لك إيه، لو تربو جه والواد اللي معاك اليوم يستنونا. حاضر. يلا يلا يا أكرم. بقول لك لو سمحت، الفنانة ليلى السعيدة الاقيها فين؟ الكرفان ده بتاعها، تقدر تروح تسأل عنه. شكرا. في حاجة يا أستاذ؟ ده كرفان من الفنانة ليلى السعيد؟ وسيادتك تؤمر بإيه؟ عايز أقابلها من فضلك. لا ما ينفعش، ده مكان عمل وعندنا شغل كتير. لكن أنت لو عايز تقابلها ضروري شوف مدير أعمالها وحدد معاه ميعاد. بقول لحضرتك عايز أقابلها حالا. ما أنا قلت لسيادتك ما ينفعش، إحنا عندنا شغل كتير ومفيش وقت نضيعه. طب تحب ابعت لها استدعاء تشرفنا في مديريه الامن، ولا الاحسن اقابلها دلوقتي خمس دقايق؟ هو سيادتك عايزها في ايه بالظبط؟ ما يخصكش. طب دقيقه واحده بلغ حاجه. اتفضل.
اتفضل تساعدك يا فندم. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. شكرا. فاطمة اعملي لي قهوة وشوفي حضرته يشرب ايه. لا ولا حاجة. شكرا. اتمنى ما اكونش بزعج حضرتك. هو في الحقيقة انا ما بحبش استقبل اي حد خالص وانا بشتغل. انا مش هاخد من وقتك كتير. انا المقدم طارق الرفاعي من المباحث الجنائية. مباحث؟ خير يا فندم. كنت عايز اسألك على حد تعرفيه. كنت تعرفيه وتعرفيه كويس قوي كمان. وكنت اتمنى يكون عندك اي اخبار عنه. ما هو مدام حضرتك ظابط في المباحث يبقى اكيد جاي تسال عن مجرم، واظن انك تسمع عني كويس قوي وتعرف ان انا ماليش في الاشكال دي. انا جاي اسال عن ماهر عبد التواب السعيد. ماهر؟ ماله ماهر؟ عايزين نوصل له، وكنت اتمنى ان انت تقدري تساعديني في الحكايه دي. اكيد انت بتدور على حد تاني. ماهر مستحيل يبقى مجرم ومستحيل يعمل اي حاجه غلط. مدام ليلى، حضرتك بتتكلمي على ماهر اللي كنت تعرفيه زمان، لكن دلوقتي بقى الله أعلم حاله بقى إيه أو بيعمل إيه. ماهر ده أحسن إنسان أنا عرفته في حياتي، عمره ما أذى حد وعمره ما تأخر عن مساعدة أي حد. هما المختفي وهربان ليه؟ بعد الحادثة اللي حصلت له ساب الدنيا كلها وما اداش فرصة لأي حد يقف جنبه. ما حبش يشوف نظرة عطف أو شفقة من أي حد، حتى من أقرب الناس لي. تفتكر بقى حضرتك واحد بالأخلاق دي في حاجة في الدنيا ممكن تغيره وتخليه يبقى مجرم؟ أنا مقدر شعورك جدا، وأتمنى إن ظنك يطلع في محله، بس أنا برضو لازم أشوف شغلي ولازم أوصله. يا ريت توصله، بس أنا ليا طلب عند حضرتك. تحت أمرك. ممكن لو وصلت له تبلغني؟ أصل أنا دورت عليه كتير قوي بعد ما اختفى وللأسف معرفتش أوصله خالص. وأنا موافق بس بشرط لو أنت عرفتي عنه أي حاجة قبلية تبلغيني. فرصة سعيدة، وهنتابع مع بعض الأخبار. عشان المشهد الجاي ومستنيين. روحي بلغيهم ان انا مش هقدر اشتغل. مالك يا مدام كفر للشر؟ تعبانه يا فاطمه ومش قادره اشتغل. روحي بلغيهم. يلا. حاضر يا مدام. حاضر. عايزك تمشي وراهم بس من بعيد عشان نعرف خط سير العربية.
ازيك يا مرفت؟ ازيك يا مدام؟ خش يا غنيم. ازيك يا مدام؟ اهلا. امال الجماعه فين؟ خرجوا وسايبين لكم خبر تستنوهم لحد ما يرجعوا. يرجعوا على اقل من مهلهم، يوصلوا بألف مليون سلامه. اعمل لكم شاي؟ اه والنبي الشاب ونعناع المتين بقى عشان نظبط الطاسه. طيب على اذنك. اه فتحي، انا وصلت انا غنيم عندك البيت، هنستناك. بقول لك يا فتحي، في حبه حاجات بس عايزك تجيبها وانت جاي. هقول لك اهو، خد عندك. اي مساعده يا عمر؟ دول كوبايتين شاي مش وليمه يعني عشان تساعدني فيهم. انا غرض اريحك، خايف الايدين الحلوين دول النار تلسعهم. ما تلم نفسك يا جدع انت، وبلاش اللون النواعمي ده معايا. النواعم اللي زيك ما ينفعش معاها غير اللون النواعمي ده. ما تبطل نحنحه بقى وتلم. يا ريت اقدر. حلو يشوف واحده في حلاوتك وجمالك ويمسك نفسه، يبقى يا بارد يا مغفل، وانا لا ده ولا ده. انا بقدر قوي، ودمي حامي قوي قوي قوي. طب روح اقعد مكانك يا ابو دم حامي، لحسن ماهر ياخد باله، ساعتها يقول لفتحي واكرم يسيحوا دمك الحامي قوي قوي قوي. وغلاوتك عندي انا ما يفرق معايا حد ولا يهزني مخلوق. انا حاجه واحده بس اللي هزتني، حلاوتك وجمالك يا مرايا. ما تلم نفسك. بقول لك ايه، انا مش عايزه مشاكل ولا غاويه قلق. ماشي يا ست الكل، طالما مش هينفع نتكلم هنا يبقى نشوف امتى وفين عشان اقابلك واقول لك الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك. ده انت مجنون بقى. مفيش احلى من الجنان. انت بتعمل ايه؟ هتشوفي دلوقتي. انا هطلب نفسي من عدتك، تمام؟ ماشي يا فتحي، خلاص ماشي، خلاص اوكي، هنستناك عندي بالليل في العشاء. مع السلامة دلوقتي يا فتحي. مع السلامة. وصلت. سجلي نمرتي وانا هسجل نمرتك وهنتكلم. هكلمك قريب يا قمر. كنت جاي بتعمل ايه يا غنيم؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بشرب بق ميه. وحياة امك. بس الموازين مقلوب على طول،
احناش لاقين جوكر ولا داخلين في مزاد بيني يا سواد وبيني يا بياض واللي بيصطاد بكره هيتصاد ما تخافش